كنت مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم، وهنا نتحدث دائما عن مشاكل كثيرة تواجه كرة القدم المصرية. في رأيك ايه هي ابرز هذه المشاكل وهو العلاج السريع لهذه المشاكل؟ من وجهة نظري ان الكرة المصرية محتاجة نظام، محتاجة أمانة، مش بس نظام، هي محتاجة أمانة، الناس تدي الكرة أكتر ما تدي مصلحتها الشخصية. يعني الناس تبقى بتأدي إن هي في الآخر تنتج أو توفر الأنسبية للفرق وللدوري المصري أكتر من الأمور الشخصية اللي الناس بتحاول تعملها الأيام دي والأيام اللي أنا كنت موجود فيها. لكن مصر فيها لعيبة كويسة وفرق كبيرة جدا. الأهلي فريق كبير، أنا شايف إن الأهلي مشهور عالميا، يعني نادرا لما تلاقي دولة فيها فريق معروف في العالم كله، ومش بس هو معروف في العالم كله، هو كأنه بيمثل مصر كلها. لما بتتكلم عليه كأنك بتتكلم على منتخب مصر. بس هو ده اللي أنا شايفه من وجهة نظري. ولكن طبعا كل البلاد الأخرى يعني فيها مشاكل كتير في الكورة، ولكن المشكلة الأكتر اللي أنا شفتها في مصر أو في الكورة المصرية هو إن الناس بتبص لمصلحتها أكتر من الكورة.